بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي مهندس أحمد محمد السنكري. إن شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات الثيرموداينامكس من خلال كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليوناس شينجل آن ميشيل بولز، الإصدار الثامن، استكمالا النهاردة مع شابتر 5. نتكلم على item 5.2 Flow Work and Energy of a Flowing Fluid. ايه هو الفلو وورك؟ مبدئيا انا لو افترضت ان عندي تانك وليكن بالشكل ده، تانك ده ليه دخل من ناحية وليه خارج من ناحية تانية، بيحصل فلو لفلويد معين سواء كان الفلويد ده جاز او ليكويد. فبالتالي لو انا افترضت ان انا عندي جزء من الفلويد ده هنا كده، الفلويد ده علشان يدخل التانك او يدخل السيستم بتاعي، وبالتالي لازم في قوة بتضغط عليه من الاتجاه ده بحيث تدفعه ان هو يدخل داخل التانك. لو افترضت ان انا عندي الالمنت ده او الجزء ده من الفلويد اسميه هياخد فوليوم في، حجم في، والضغط المطلوب علشان يدخل قيمته بي. طيب الضغط ده بيجي منين؟ بيجي من الفلويد اللي جاي وراه، فبالتالي الفلويد اللي جاي لازم يضغط بضغط معين بحيث يقدر يدخل الاليمنت ده او الفلويد ده لجوه التانك بتاعي. فلو انا افترضت ان الفلويد اللي جاي ورا ده وليكن كده هتخيله عبارة عن بيستون، والبيستون ده بيضغط على الفلويد علشان يدخله جوه التانك. فبالتالي القوة اللازمة علشان اقدر ان انا ادخل الاليمنت او ادخل الفلويد ده داخل التانك قيمتها اف. الاف هتساوي البريشر في الاريا بتاعت البيستون اللي بيضغط ده، كروس سكشنال اريا بتاعت البيستون اللي بيضغط. بالتالي ال P في ال A يدينا دي القوة المطلوبة علشان أضغط على الفلو أو الفلويد إن أنا أدخله جوه التانك. بالتالي علشان الفلويد يدخل جوه التانك، فبالتالي محتاج إن القوة دي تفضل مؤثرة على الفلويد مسافة L اللي هي المسافة دي لحد ما يدخل الإليمنت ده أو الفلويد ده يدخل كله جوه الكنترول فوليوم أو جوه التانك بتاعي. فبالتالي هيبقى عندي البيستون بدل ورك علشان يقدر يدخل الاليمنت ده او الفلويد ده جوه التانك. الورك اللي بدله البيستون في الحالة دي بسميه ال W flow او الفلو ورك، قيمته بتساوي ايه؟ بتساوي القوة اللي اثر بيها اللي هي F في المسافة L. طيب لو شلنا الفورس وحطينا بدلها ال P في ال A، فبالتالي هيبقى ال W flow هيساوي ال P في ال A في المسافة L. ال A في ال L اللي هو ال cross section area في ال L المسافة دي هو نفسه حجم الفلويد، فأقدر أشيل ال A في ال L. طبعا عندي ال V بتساوي ال A في ال L، لو شلنا ال A في ال L وحطينا ال V إذا ال W flow هيساوي ال pressure P في ال volume V، طبعا الوحدة هنا بالجول أو بالكيلو جول. طيب لو حبيت أحسب ال flow work per unit mass، وبالتالي هلاقي إن أسميها W small flow بتساوي W capital للفلو على الماس
يعني بتساوي ال P في ال V على ال M. ال V على M اللي هي ال specific volume، فبالتالي الكلام ده بيساوي ال P في ال specific volume V، وفي الحالة دي الوحدة هتبقى ب جول لكل كيلو جرام. لما اتكلمنا قبل كده في التوتال انرجي، قلنا ان التوتال انرجي سميناها E، قلنا ال E بتساوي ال U internal energy plus ال kinetic energy KE plus ال potential energy PE. لو حبينا نحسب ال energy أو total energy per unit mass، سميناها ال E small بتساوي ال U small plus ال kinetic energy small plus ال potential energy small، يعني بتساوي ال U ال internal energy زائد ال kinetic energy اللي هي نص V square زائد ال potential energy اللي هي بتساوي ال G في ال Z. طبعا الوحدة هنا بالجول لكل كيلو جرام، والتوتال انرجي بالجول. بس الكلام ده لما اتكلمنا عليه كنا بنقول ان ده نون فلوينج فلويد، الحالتين دول فور نون فلوينج فلويد. لما جينا نتكلم دلوقتي على الفلوينج فلويد، لقينا ان في انرجي كمان زيادة فوق الكلام ده غير الانترنال والكينيتيك والبوتنشال اللي هي الفلو انرجي، فبالتالي هيبقى عندنا هنا محتاجين ان احنا للفلوينج فلويد نقول لا، في الحالة دي التوتال انرجي بنسميها سيتا بتساوي الفلو انرجي اللي هي طلعناها البي في الفي بير يونت ماس زائد الانترنال انرجي او التوتال انرجي اي. يعني نقدر نقول اذا السيتا بتساوي البي في بلس الاي اللي هي اليو زائد نص في سكوير زائد الجي في الزد. خدنا قبل كده حاجة اسمها الانثالبي H بتساوي ال PV زائد ال U، واثبتنا الكلام ده في الشابتر اللي فات، وبالتالي ال PV زائد ال U اقدر اشيلها من هنا واحط بدلها ال H، اذا السيتا بتساوي H زائد نص V سكوير زائد ال G في ال Z، والوحدة بتاعتها طبعا ب جول لكل كيلو جرام. من دي التوتال انرجي بير يونت ماس للفلوينج فلو، وبالتالي الانرجي ترانسبورت باي ماس اللي هي الانرجي التوتال هنسميها اي ماس ايكوال بتساوي الام في السيتا اللي هي التوتال انرجي بير يونت ماس للفلوينج فلو، يعني بتساوي الام مضروبه في اتش زائد نص في سكوير زائد الجي في الزد، والحاله دي الوحده تكون بالجول او بالكيلو جول حسب التعويض بتاعه. طيب لو عايزين نجيب معدل الانرجي ترانسفير او معدل الانرجي ترانسبورت، هنقول باي ريت فورم، في الحالة دي هيبقى الاي دوت ماس ريت اوف انرجي ترانسفير
باي ماس بيساوي الام دوت. في الحالة دي الماس فلو ريت في السيتا بيساوي ام دوت اتش زائد نص الفي سكوير زائد الجي في الزد، والوحدة في الحالة دي هتكون بالوات أو بالكيلو وات. الجزء اللي اتكلمنا عليه في البداية ده هو عبارة عن إجابة لسؤالين موجودين في الكتاب، السؤال 17 5 17 سي والسؤال 5 18 سي. السؤال 5 17 سي هلاقي إن هو بيقول What is flow energy؟ ايه هي الفلو انرجي؟ عرفنا ايه هي الفلو انرجي، وبيقول لك do fluids at rest possess any flow energy؟ طبعا الفلويدز ات ريست ما بتملكش اي فلو انرجي، والتوتال انرجي بتاعتها بتساوي يو زائد الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. السؤال الثاني بيقول لك how do the energies of a flowing fluid and a fluid at rest compare؟ ازاي تقارن بين الانرجي للفلوينج فلويد والفلويد ات ريست؟ طبعا عرفنا الفرق ما بينهم، ان النون فلوينج فلويد التوتال انرجي بتاعته اسمها اي وبتساوي الانترنال انرجي يو زائد البوتنشال انرجي زائد الكينيتيك انرجي، اما الفلوينج فلويد فبنسميها سيتا وبتساوي الفلو انرجي بلس الانترنال انرجي زائد الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. وبيقول لك سمي السبيسيفيك فورم للانرجي اسوشيتد ويز ايتش كيس. السبيسيفيك فورم طبعا معروفه اللي هي السبيسيفيك انثالبي بلس السبيسيفيك internal energy plus the specific kinetic energy plus the specific potential energy. طيب نبص على المسائل، نشوف مسألة. المسألة 5-19 بتقول A house is maintained at 1 atmosphere and 24 Celsius. دي الكونديشن جوه الهاوس. And warm air inside the house is forced to leave the house at a rate of 150 متر مكعب per hour. الهواء اللي داخل البيت ده او المنزل ده بيخرج من المنزل بمعدل 150 متر مكعب لكل ساعة. As a result of outdoor air at 5 Celsius infiltrating into the house through the cracks. نتيجة ان في هواء بيدخل للمنزل عن طريق الشروخ او الفتحات اللي موجودة في المنزل، فبالتالي بيضطر ان هو يطرد مكانه الهواء اللي جوه المنزل اللي هو عند temperature 24. وبالتالي انا عندي تقريبا بالشكل ده، ولنفترض مثلا منزل اوكي، المنزل ده الهواء جواه عند 24 سليزيوس، في هواء بيجي من بره هواء cold air temperature بتاعته 5 سليزيوس، بيطرد مكانه الهواء اللي جوه المنزل فبيخرج الورم اير عند 24 سليزيوس، الفي دوت اللي خارجة 150 متر مكعب بير او. ده كده الجيفن. عايز يحسب ايه؟ required rate of net energy loss of the house due to the mass transfer. بالتالي نتيجة العملية دي بيحصل تغير أو نقص في الانرجي التوتال بتاعت المنزل، هو دي اللي عايز يحسبها. طيب هنحل المسألة دي ازاي؟ أول حاجة لازم الأول علشان أجيب التغير في الانرجي بتاعت الهاوس بتساوي الاي ماس اللي خرجت ناقص الاي بتاعت الماس اللي دخلت، ان اللي خرج اتعوض بداله الانرجي اللي دخلت. طبعا الكميه اللي خرجت الانرجي بتاعتها اعلى لان التمبريتشر بتاعتها اعلى، وبالتالي الانثالبي هتكون اعلى من اللي دخل. فانا لو طرحت اللي خارج ناقص اللي داخل اقدر احصل على التغير في الانترنال التوتال انرجي او النت انرجي لوس
في المنزل، تمام؟ فبالتالي انا عشان احسب الكلام ده طبعا احتاج الدلتا اي وعايزها بريت اوف نت انرجي، يبقى الدلتا اي ماس دوت بتساوي الاي دوت ماس اوت ناقص الاي دوت ماس ان. الاي دوت ماس اوت بتساوي الام دوت في السيتا اوت. السيتا اوت بتساوي ايه؟ بتساوي الاتش الانثالبي زائد الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. باهمال الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي في المسألة دي، فبالتالي السيتا هنا هتبقى بتساوي قيمة الاتش، يبقى الكلام ده بيساوي الام دوت في الاتش اوت. فانا عشان احسب الاي ماس اوت محتاج احسب الام دوت، محتاج احسب الاتش اوت. طيب بأول حاجة نحسب الام دوت، ام دوت بتساوي عروف الفي دوت. عشان احسب الام دوت محتاج احسب عروف ومحتاج الفي دوت. الفي دوت مديها لي في المسألة 150 متر مكعب بير اور، يبقى انا محتاج الكثافة. بما ان شغالين على الهواء والهواء بنعتبره ايديال جاز، فبالتالي نقدر نطبق الايديال جاز ايكويشن بتقول البي بتساوي رو في الار في التي. بما ان انا عندي عايز احسب رو، يبقى رو هتساوي البي على الار في التي، يبقى بتساوي البريشر عندي هو الواحد اتموسفير، قيمة الواحد اتموسفير عشان احولها للكيلو باسكال، الواحد اتموسفير بتساوي 101.325 كيلو باسكال. دي قيمة محفوظة المفروض تبقى عارفها، فبالتالي البريشر هنا قيمته 101.325 كيلو باسكال على الار بتاعت الهواء قيمتها 287، تقدر تجيبها من تيبل اي واحد او انت المفروض تكون حافظها. الكلام ده مضروب في التمبريتشر، طبعا التمبريتشر بتاعت الهواء اللي خارج هي دي الايه، هي دي الام دوت. التمبريتشر بتاعت الهواء اللي خارج قيمتها كام؟ 24 سيليزيوس. هجمع عليها 273 عشان احولها للكلفن. هلاقي هنا الكثافة هتطلع باستخدام الآلة 1.189 كيلو جرام كل متر كيوب. حسبنا الكثافة، إذا نقدر نحسب الام دوت بتساوي 1.189 في الفي دوت اللي هي قيمتها بتساوي 150 متر مكعب بير اور. فبالتالي انا لو طلعت الحسبة دي كده هطلعها بالكيلو جرام بير اور، علشان استخدمها في المعادلة لازم احولها للكيلو جرام بير سكن بحيث تطلع لي الوحدة بالوقت. فيفضل ان انا احولها هنا على طول لمتر مكعب بير سكن عن طريق ان انا اقسمها على عدد الثواني في الساعة، وبالتالي هقسم هنا ال 150 على 60 في 60 اللي هي 3600. هلاقي القيمة بتاعة الام دوت هتطلع 0.0495 كيلو جرام بير سكند. جبنا الام دوت، اقدر اعوض في الاي دوت ماس اوت، بس لازم احسب الاتش اوت. بما ان احنا بنتعامل مع الايديال جاز، فبالتالي اقدر ان انا اشيل قيمه الاتش واحط بدلها سي بي في التي، وبالتالي الكلام ده اقدر اقول بيساوي الام دوت في السي بي في التي او الكلام ده فور ايديال جاز. نفس الكلام لو جبنا الاي دوت ماس ان هيساوي الام دوت في السيتا ان مع اهمال البوتنشال والكينيتيك انرجي، يعني بيساوي الام دوت في الاتش ان. اقدر اشيل الاتش ان واحط بدلها السي بي في التي ان، بتساوي الام دوت في السي بي في التي ان. نعوض في المعادله الاساسيه، يبقى اذا الدلتا اي دوت ماس بتساوي الاي دوت ماس اوت اللي هي بتساوي الام دوت في السي بي في التي او ناقص
ال ام دوت ال اي دوت ماس ان اللي هي ام دوت سي بي في التي ان، اي بتساوي لو خدنا ال ام دوت سي بي عامل مشترك لانه قيمتهم ثابته يبقى في التي اوت ناقص التي ان. اذا الدلتا اي دوت ماس هتساوي ال ام دوت اللي هي 1.189 في السي بي اللي هي قيمته للهواء 1.05 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، في التي اوت 24 ناقص التي ان 5، هتطلع دلتا الاي دوت ماس هتساوي 0.945 كيلو وات. ده بالنسبة للمسألة 519. المسألة التانية معانا مسألة 521، بتقول Refrigerant 134 A enters the compressor at of a refrigeration system as saturated vapor at 14 من 100 ميجا باسكال. يبقى كونديشن الدخول اللي هي الانلت هنسميها وليكن كونديشن واحد، البريشر بي واحد قيمته 14 من 100 ميجا باسكال وساتوريتد فيبر، دي الكونديشن الاولى. اند ليفز بيخرج از سوبر هيتد فيبر، بيطلع كسوبر هيتد عند 8 من 10 ميجا باسكال، يبقى البي 2 8 من 10 ميجا باسكال والتي 2 60 سيليزيوس بمعدل الام دوت 6 من 100 كيلو جرام بير سكند. عايز يحسب rate of energy transfer by mass into and out of the compressor بافتراض assume the kinetic and potential energies to be negligible. هنهمل ال kinetic وال potential energy. ده كده ال given وهنشوف الحل. دلوقتي الريفريجرانت 134A بيتعامل نفس معاملة الستيم، بس هو طبعا ليه الجداول الخاصة بيه والتشتات الخاصة بيه، بس ما اقدرش اعامله على انه هو ايديال جاز. فبالتالي لو انا عايز احسب الريت اوف انرجي ترانسفير باي ماس انتو اند اوت ذا كومبريسور، عايز احسب الاي دوت ماس ان هتساوي الام دوت في الثيتا ان، يعني هتساوي باهمال الكاينيتيك والبوتنشال زي ما قال لي، يبقى هيساوي الام دوت في الاتش ان، الاتش ان اللي هي اتش واحد. نفس الكلام لو عايز احسب الاي دوت ماس اوت، هتساوي الام دوت في الثيتا اوت، يعني هتساوي الام دوت في الاتش اتنين. الام دوت جيفن في المسألة، عايز احسب الاتش واحد والاتش اتنين. عند الكونديشن الاولى البي واحد 14 من 100 ميجا باسكال وساتوريتد فيبر، نقدر نحسب الاتش من خلال التابل الخاص بالريفريجرانت 134A في الكتاب معانا. التابل الخاص بالويت ريجون هو تيبل A12، بما ان انا عندي هنا ساتوريتد فيبر اذا ال H واحد هي نفسها ال H G عند بريشر 14 من 100 ميجا باسكال. لو طلعنا القيمة من الجدول هتطلع ال H واحد قيمتها 239.19 من 100 كيلو جول لكل كيلو جرام. طيب الكونديشن الثانية قال لي سوبر هيتد البي 2 ب 8 من 10 ميجا باسكال والتي 2 60 سيليزيوس. التيبل بتاع الريفريجرنت 134A الساتوريتد هو تيبل A13، هندخل نطلع منه على طول اتش 2 هتطلع قيمتها بتساوي 296.82
كيلو جول لكل كيلو جرام. اذا اقدر اعوض بقى في الاي دوت ماس ان هتساوي الام دوت في اتش واحد هتساوي 6 من 100 في الاتش واحد 239.19 اللي احنا طلعناها هتساوي باستخدام الآلة الحاسبة تطلع بتساوي 14.35 كيلو وات. من المعادلة التانية اي دوت ماس اوت هتساوي الام دوت في الاتش 2 يعني بتساوي 6 من 100 مضروبة في الاتش 2 296.82 يعني بتساوي 17.81 كيلو وات. لو انا عايز احسب معدل التغير في الانرجي نتيجة الدخول وخروج الفلويد اللي هي دلتا اي دوت بتاعة الماس هتساوي الاي دوت ماس اوت ناقص الاي دوت ماس ان يعني هتساوي 17.81 ناقص 14.35 هتطلع قيمة تساوي 3.46 كيلو وات. ودي كانت المسألة الأخيرة معانا في الفيديو بتاع النهاردة. لو في أي استفسار في أي جزئية في المحاضرة تقدر تتواصل معايا على الواتساب على الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشة، هتلاقي إن شاء الله النوت في الديسكريبشن تحت الفيديو. تحياتي مهندس أحمد محمد السنكري.